يسمون الليل بالنهار، يمكن هاي الجنود المجهولة. إذن متابعي المرمد لازلنا معكم والتغطية الخاصة إلى أعمال البلدية. انتقلنا إلى شفت المسائي وهناك أعمال إلى ملعب الميناء، أكيد راح نعرف بعض التفاصيل عن هذه الأعمال من خلال مدير شعبة صيانة الطرق أستاذ رعد حسين، ونكون بصورة بالشفت المسائي أو الليلي والأعمال لا زالت قائمة إلى حتى هذا الوقت. السلام عليكم أستاذ رعد. عليكم السلام بالبداية طبعا، وحياك الله بالبداية، نرحب بإذاعة المربد والكادر المرافق لا سيما الأستاذ رياض البزوني لمتابعته في هذه الساعات المتأخرة من الليل لأعمالنا اللي تقوم بها شعبة صيانة الطرق وبمساندة شعبة الآليات وبقية الدوائر الأخرى اللي منضوية لبلدية البصرة وبعض الشركات المساندة لأعمالنا. طبعا أعمالنا تتضمن هو تهيئة وتبليط وفتح مداخل جديدة للملعب الميناء الأولمبي حسب توجيهات السيد المحافظ البصرة المحترم ومتابعة ميدانية من قبل السيد مدير بلدية البصرة المحترم. باشرت كوادرنا من قرابة 5 أيام تواصلا ما بين الليل والنهار على تقسمها على شكل 3 شفتات للعمل. أولا قمنا بأعمال كري الأنهر ورفع الأطيان، ومن ثم إنشاء عبارات صندوقية للمداخل، وبعد ذلك تبدلت جميع التربة الطينية والأنقاض، رفع الأنقاض وتهيئة الموقع بشكل مناسب ورفع التربة الطينية، وبعد ذلك قمنا بأعمال رفع الأنقاض خارج المدينة بالمواقع المخصصة، وأكملنا جميع التفاصيل اللي تخص الطرق. واليوم احنا في إكساء أو تبليط الطبقة النهائية للمداخل الملعب، وبعد ذلك راح تقوم شعبة الزراعة التابعة لبلدية البصرة أيضا بإنشاء حديقة، وسوف تغطى هذه الجميع كما تشاهدون بهذه الإعلانات إن شاء الله المرحبة كبوابات ترحيبية للميناء، وإن شاء الله راح يظهر بحلة جديدة بعد الأيام خلال هالخمسة أيام أو 6 راح يكتمل هذا المشروع، وراح يصير وجهة إن شاء الله إلى وجهة ثانية خاصة بدخول المسؤولين والوافدين الـ VIP اللي راح يدخلون على هذا الطريق إلى الملعب إن شاء الله. بارك الله في كل الجهود أستاذ رعد، وأنا يعني أعوفك تأخذ وقتك بالعمل لأن أنا شغلتك الآن، فشكرا جزيلا لك، وإذا تحب تضيف أي معلومة غايبة عني. شكرا لك أستاذ رياض وشكرا لمتابعتكم. إن شاء الله طبعا الأعمال اللي جاي تنجز من قبل البلدية هي كلها بكوادر وموظفين البلدية ومشاركة جميع شعب ووحدات الأخرى، إن شاء الله راح نشوف خلال هالأيام راح توزع جميع الشعب هنا لتنجز العمل بالكامل. الآن العمل وصل إلى 75%، نحتاج إلى 25% فقط لما بنعمل. شكرا جزيلا. شكرا. يعني يمكن عن صار احنا يمكن 4 أيام أو 5 أيام، هذا اليوم الخامس، هم دا يسابقون الليل بالنهار، يمكن هاي الجنود المجهولة اللي دا تعمل تسابق الليل بالنهار، هم يمكن أنا انطيتهم الحافز، يمكن أنا من خلال تواجدي وياهم من خلال تواصي مباشر يوم حتى ما كنت مسافر، ولكن للأمانة هاي الرجال مو بس تستحق الشكر والتقدير والاحترام وإنما تستحق أكبر من ذلك، هي الكلمات تعجز عن، لأن العمل اللي دا يقومون به عمل جبار لا يمكن أنه ينتهي ينجز بهذه الفترة اللي راح يتم الإنجاز بها، وبالتالي أنا أعتقد هذا الشارع بعد ما ينتهي بالكامل راح يكون واحد من أجمل الشوارع اللي راح ننطي به رسالة مهمة أنه إحنا العراقيين قادرين. متابعي المرمد لازلنا معكم والتغطية الخاصة لأعمال البلدية، بعد ما كنا أمام ملعب الميناء وأعمال التبليط من قبل شعبة صيانة الطرق انتقلنا إلى شارع السعد وهناك أعمال صبغ إلى هذا الشارع، أكيد برفقتي أستاذ محمد راح نتعرف عن عملهم بساعات متأخرة من الليل بصراحة، وشفت الليل أو المسائي مستمر بأعماله، وهذا كله تنطو من ضمن يعني الاستعدادات إلى بطولة خليجي 25 إن شاء الله ستقام في محافظة البصرة. حياك الله أستاذ محمد. حياك الله أستاذ رياض، أهلا وسهلا، حياكم الله. قويك إن شاء الله. الله يحفظك أستاذ، الله يحفظك. حسب توجيهات السيد مدير بلدية البصرة بإجراء حملة لصبغ وتخطيط الشوارع ضمن خطة خليجي 25، فعملنا لهذا اليوم يضمن
لصبغ وتخطيط شارع السعدي اللي هو يتضمن من فلكة ساحة الطيران إلى دوار عبد الكريم قاسم. نعم، ذهاباً وإياباً. ذهاباً وإياباً. نعم. المعروف أنه هذا الشارع هو مزدحم، يعني ما ينقطع عن السيارات. فبتنسيق مع أكيد مع المرور تم نقول قطعه بساعات متأخرة من الليل حتى ما يأثر على حركة المواطنين عملكم. أي نعم، ويانا حقيقة مفرزة من المرور لإخراج السيارات وسيطر على حركة السير. احنا نشاهد الاعمال، هي الصبغ هذا الاصفر اللي هو ممنوع الوقوف يعني الاشاره. نعم. ومن ثم الاصباغ الاخرى تحدثنا عنها سابقا اللي يتضمن العمل صبغ الارصفه باللون الاصفر والاسود. نعم. اللي هو ممنوع الوقوف، والابيض والاسود مسموح الوقوف، بالاضافه الى التخطيط الحراري الى عده حارات. نعم. بالنسبه الى وحده هندسه المرور، الاعمال المناطئ لها شارع السعد وبعد الاعمال الاخرى والمناطق الاخرى اللي يتضمن مثلا شارع الاستقلال اللي بعده وجزء من شارع دينار. أيوة. وحسب التوجيهات يعني الخطه يعني الانيه تقريبا، الخطه الانيه من اجل استعداد خليج 25. أيوة. ضمن استعدادات خليج 25 شارع الاستقلال والسعدي اللي حاليا به، وبعد قلت لك كرت الشارع الاخر جزء من شارع دينار. ايوه، وهو اكو شوارع يعني ضمن هاي الخطة. نعم، اذا توجيهات تكون من قبل بلدية البصرة بالتنسيق اكيد مع المرور حتى تتمون عملكم ان شاء الله بشكل ايجابي وما يأثر على المواطن، وكذلك تكون البصرة جميلة بشوارعها وبناسها ان شاء الله، واستعداد الى خليجي 25. والله استاذ احنا صراحة يعني مستعدين ضمن خليجي 25 باظهار فيما يخص عمل هندسة المرور، مستعدين لاي عمل في ما يخدم الخليجي 25. نعم، إذا إن شاء الله نلتقي بحضرتك بأعمال أخرى وأيضا نشاهدك إن شاء الله في البطولة. الله يحفظك. شكرا جزيلا. حياكم الله أستاذ. شكرا جزيلا. لازلنا معكم، وهذه التغطية الخاصة إلى شعبة أو قاطع الخورة. انتقلنا إلى مدخل شارع السعدي وأكيد برفقتي أستاذ وسام، وأيضا هناك زائر طيب زارنا بهذا المكان راح تعرف عليه بعد قليل. لكن أستاذ وسام، دخلنا إلى مدخل شارع السعدي ونلاحظ إحنا يعني الكابسات خلفنا والأعمال المستمرة، أيضا عقبنا على هذه الجولة. احنا استاذ رياض هاي الحملات مستمرة يوميا، يعني مو صدفة، يوميا هذا شارع السعدي، يعني هذا واقع العمال رفع النفايات باستمرار به، وهاي الحملات مالتنا مستمرة. اي نعم. واحنا نرحب عن قناتكم بالاستاذ مهند سعد معاون محافظ البصرة والمشرف مباشر على اعمال شعبة الخورة. اذا خلي قرب جانبي استاذ مهند، حياك الله. حياك الله حبيبي، شلون صحتك؟ والفرصه طيبه، التقينا بك اليوم من خلال هذه الجوله الخاصه لتغطيه اعمال بلديه البصره. نشكركم على هذا اللقاء حقيقه ومتابعتكم هذه القناه المميزه. الله يسلمك. الاذاعه المميزه. اكيد بعد ان تكلفنا من قبل السيد المحافظ بمتابعه شعبه الخوره، شعبة الخورة أكيد يعني لاحظتم وبدون رافقناهم بجولة، يعني هي من زمان هي من الشعب المتميزة حقيقة بحملاتها. تم شاهدتم أنه بالرغم من وجود إضراب لعمال البلدية، لكن الآن حملات مستمرة، يعني خلال متابعة لجاننا أو شخصيا من قبلنا بمتابعة قواطع العملية في شعبة الخورة. أكيد إحنا مو فقط شارع السعدي، لدينا مثلاً شارع الوفود وشوارع كثيرة مطيحة وغيرها، وشارع الصناعية، ولدينا البصرة القديمة، يعني شعبة واسعة جداً بعملها. لكن مع ذلك نلاحظ يعني هي نقدر نقول من الشعب المتميزة، يعني حقيقة بكلام من السيد المحافظ، لأنها دائما عمل فيها قلة التجاوزات في هذه المناطق. إن شاء الله دعم الحكومة المحلية إلى بلدية البصرة في مطلع السنة المقبلة بتزويده بكابسات حديثة بآليات بمعدات، يعني أكيد إن شاء الله ومعدات حديثة، يعني هي حسب ما علمنا من مدير البلدية أنه راح يكون هنالك استيراد عقود لآليات حديثة وآليات متخصصة في عملية التنظيف. أنت كما تعرف الآن أنت تلاحظ في شوارع البصرة عملية التنظيف هي عملية
روتينيه قديمه جدا. البصره مدينه كبيره واهله بالسكان، تحتاج الى اليات، تحتاج الى كوادر متخصصه في هذا المجال لاداره ملف التنظيف في محافظه البصره. وضعت مديريتنا مديرية بصرة خطة لخليجي 25، تضمت هذه الخطة أعمال إكساء وصيانة بعض الشوارع الرئيسية، كما أعمال تنظيف وأعمال هندسة مرور في سبق وتأتية الشوارع الرئيسية، كذلك أعمال الزراعة شملت أعمال الحدائق والمتنزهات والجزرات الوسطية المؤدية إلى طريق ملعب الميناء وإلى أماكن إقامة الوفود القادمة إلى البصرة. كذلك نضيف إلى مديرتنا أعمال تأهيل بوابة ملعب الميناء من أعمال إكساء وأعمال الحدائق، وكذلك أعمال التنظيف التي شملت الأعمال المحورية شوارع رئيسية من الشوارع المؤدية من طريق المطار إلى محل إقامة الوفود والشوارع الداخلية. العمل مستمر على قدم وساق في الوقت الحاضر. إن شاء الله ألتقي وياكم بجولات مقبلة. تحياتي لكم رياض البزوني ومع السلامة.